الكومبوست هو منتج بيجي بفعل تفكك وتحلل المواد العضوية مثل فضلات الأكل والتشحيل يلي على فترة معينة وبوجود الأكسجين بيتفككوا وتصيروا منتج نهائي ثابت ممكن استعماله عمدة طويلة. لبنان أغلبية الحلول لإدارة النفايات هي حلول لا مركزية عادة بتكون عطاء بلدية أو بلدة أو اتحاد. من هون بلشت فكرة يتقدم حلول علمية مع هندسة كرمال إدارة النفايات العضوية بطريقة ما بتطلع ريحة ما بتجذب حشرات ولا غير باست. يعني مصدر المواد العضوية أو الفضلات العضوية هي كذا نقطة، أكيد في منها تجاري وفي منها سكني. هلأ بالنسبة للتجاري عادة بيكونوا أسهل لللم لأنه كمية أكبر أنظف عادة والكلفة تنوصلها على المركز، هو دي بنستعمل توك كرمال ناخده. هلأ في مصدر تاني كمان هو هنا البيوت، بنكون احنا محضرين الأرضية. الأرضية هي بتكون معمولة عادة من نشارة أو من فضلات الأشجار، تشحيل مفرومة عنا أون سايت، بنحط فوق الفضلات هيك بتشرب العصارة أو الزوم طالع منها، وزيادة بيرجع بنحط فوقها عن جديد تشحيل مفروم كرمال يزيد شيء بنسميه كاربون ماتيريال، يعني مواد غنية بالكربون يلي هي كتير أساسية بعملية التسبيخ أو الكومبوستينج. العملية هي بتبلش بيوصلوا المواد العضوية مفروزة من المصدر، أكيد مثل كل شيء منه ما رح يكونوا بيرفكت، يعني رح يضل في بعض القصص اللي بدها ينشالوا منها، عادة بيكونوا بأقل من 5%، بينشالوا يدويا بينحطوا على جنب، والمواد العضوية اللي هي كانت قابلة للأكل هلأ صارت مكبوبة بينخلطوا مع مواد ناشفة غنية بالكربون، لأن مواد الأكل هي عادة بتكون رطبة غنية بالأزوت، بينخلطوا سوا بالبوبكات وبينحطوا بالبوبكات بينحطوا بقلب اختراع عمل جديد للبنان والمنطقة، هو كونتينر كان مستعمل قبل سو عم نعمل له ريوزينج، بينحط فيه مضخة هواء، بينحط فيه بايو فلتر للريحة إذا في ريحة، بنعمل فيه كمان ريسيركيليشن للعصارة تطلع كمان ما تنكب، وكمان لأنه بحاجة لها هالخلطة بدها رطوبة لتكون شغالة. البكتيريا المنيحة اللي ذكرناها قبل هي موجودة هلأ بقلب الخلطة، هي بتساهم بتفكيك هالمواد وبتساهم كمان بأنه يرتفع حرارة الخلطة ل 65 درجة مئوية، هالشي بحتم أنه بيموت كل أنواع البكتيريا المش منيحة وحتى البذور ما بدنا إياها بتموت. فبس يطلع البرودكت بنطلعه بالبوبكات عن جديد بنحطه على الغربال بنشيل منه المواد اللي هي بعدها كتير كبيرة فوق السنتيمتر، واللي باقي منها بينحط على جنب بيروق بيقعد جمعتين ثلاثة أربعة وبس يقطع عليه تقريبا شي شهر ونص بيرجعوا بينحطوا بكيس. بأزمة النفايات بـ 2015-16 كانت نقطة لأنها بعيدة وواسعة كان ينكب فيها النفايات، يعني كانوا يجوا مخلوطين عضوي وغير عضوي بقلب نفس الكيس ينكبوا تحت الجسر. اللي صار هي بطريقة إذا بدنا كتير بسيطة صار في طلب إنه العالم تفرز من البيت المواد اللا عضوية عن المواد العضوية، والمواد العضوية بتجي لهون نظيفة بيجا بنعمل لها التسبيخ اللي عم نشوفه، طب بالآخر يطلع عنا منتج بينباع.